عمر هي تغي داك لو انهزمنا في الكامرون كانت تكون يعني معطيات كنا نستناو في هذا الهزيمة، ولكن النتيجة تاع الكامرون هي اللي خلات الأمل للفريق الوطني وللشعب الجزائري. أنا نظن باللي يعني مردود تاع بعض اللاعبين كان مردود يعني سيء جدا، ويعني المنتخب الكاميروني عرف كيفاش يعني يستحوذ على الكرة وعرف كيفاش يلعب بهدوء، وكانت عنده هجمات يعني خطيرة. عبالك والله في هذه الأوقات هذو يصعب على الإنسان باش يعني يبلغ، ولكن يعني كرة القدم كما أنا قلت هي سي دي جوا، فهمت، سي دي تريستاس. إن شاء الله إن شاء الله الأمام تكون عندنا يعني نظرة أخرى. صح رضا.